ينضم إلينا من عبر الهاتف من طهران محمد الصراف مراسل الغد. محمد، ما هي آخر التصريحات من المسؤولين الإيرانيين لديك حول تفجير الضاحية والأنباء عن احتمالية أن يكون الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هو المستهدف وقد أصيب؟ دعني أبدأ من الشق الثاني من السؤال، حيث لا وجود لأي أنباء إيرانية تؤكد أو تنفي هذا الخبر، حيث اعتمدت وسائل الإعلام الإيرانية الشبه رسمية منها وكالة فارس الإيرانية من أنه لا يمكن التعاطي مع الأخبار الغربية الواردة باستشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أو صحته بصورة عامة. يجب الانتظار، هذا بحسب وكالات الأنباء الإيرانية، يجب انتظار بيان الرسمي لحزب الله حول هذا الموضوع. أما فيما يخص البيانات التي خرجت وأصدرت من قبل مسؤولين إيرانيين حيال هذه المجزرة وهذا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، فيمكن الإشارة إلى أبرز تصريح من المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية، حيث ركز على شراكة الولايات المتحدة في هذا الاعتداء وفي هذه الغارة على ضاحية بيروت مع الكيان الإسرائيلي، وقال من أن القنابل التي أهدتها الولايات المتحدة لهذا الكيان هي التي تم استخدامها خلال هذه الغارة، وبالتالي هذا يعتبر انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، والولايات المتحدة شريكة للكيان الإسرائيلي في هذا الاعتداء. وبالتأكيد أكد دعم إيران القاطع حكومة وشعبا مع الجانب اللبناني، حكومة وشعبا ومقاومة. أما اللافت كان أيضا التصريحات الذي أدلى بها مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني. من هو علي لاريجاني؟ هو الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، هو رئيس البرلمان السابق، وهو من الرجال المحنكين في إيران، ونادرا ما يطلق هكذا تصريحات. أكد في اتصال هاتفي مع التلفزيون الإيراني الرسمي، أكد من أن إيران تتجاوز الآن الخطوط الحمراء الإيرانية، ويبدو أن القضية ستصبح جدية، وقال من أن دعم المقاومة في لبنان يرتبط مباشرة بالأمن القومي الإيراني. هو إذن ينطلق من مباني وأسس أمنية لدى إيران، حساسية كبيرة لديها إيران خاصة فيما يخص حليفتها الأولى في المنطقة كما يقال هنا في محور المقاومة حزب الله اللبناني، وبالتالي نحن نتحدث عن قيادة لحزب الله في لبنان الأمين العام اللبناني. وأيضا قال وأكد علي لاريجاني من أن الجانب الإسرائيلي باستهدافه واغتياله للقادة في المقاومة لا يمكن أن يحدث أي مشكلة لدى المقاومة الإسلامية، لأن هناك أشخاص آخرين يحلون محل قادة المقاومة. وهذا التصريح أيضا خرج من القائد الأسبق لفيلق القدس الإيراني في حرس الثورة الإيراني اللواء أحمد وحيد، عندما قال من أن حزب الله اللبناني وبصورة عامة المقاومة الإسلامية ربت الكثير من الأشخاص الذين مستعدين ليحلوا محل أي قادة يتم اغتيالهم، وبالتالي لم يحدث فراغا لدى قوات المقاومة في حال اغتيال أي من قادتها. أما بالعودة إلى موقف إيران، وهل ستتدخل مباشرة في أي حرب مع الجانب الإسرائيلي إذا ما تأكد هذا الخبر من اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني وما أو عدمه، فيمكن الإشارة إلى التصريحات السابقة خلال الأيام الأخيرة للمرشد الإيراني عندما كان يؤكد لجمهوره وجمهور المقاومة من أن حزب الله سينتصر بمفرده على جميع الهجمات وعلى جميع الاعتداءات التي يواجهها بنفسه. فهذا إن دل على شيء، ولم يخرج ولم يصدر أي تصريح حيال تدخل مباشر إيراني في هذا الصدد. ويمكن الإشارة أيضا إلى التصريح المهم لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي خلال وجوده في نيويورك، عندما قال من أن إسرائيل بالرغم من أنه أكد من أنه في حال اندلاع حرب ضد لبنان بصورة شاملة إيران لم تقف مكتوفة الأيدي، لكنه صرح أيضا من أن إسرائيل لم تحقق هدفها بتصعيد التوتر والحرب وانجرار إيران إلى هذه الحرب في المنطقة، ولكنها صعدت بطبيعة الحال. يعني محمد،
شكرا جزيلا لك مراسلنا من طهران محمد السراف.